النشرة برعاية ليبا براد أسي مابلر. أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. استطلاع جديد للرأي قام به معهد نوفوس لشهر سبتمبر أيلول الجاري يظهر أن كتلة الحمر والخضر والتي تشمل الائتلاف الحكومي وحزب اليسار تتقدم على كتلة أحزاب التحالف المعارض. الاستطلاع الذي أجري لصالح التلفزيون السويدي أشار إلى أن حزب المحافظين سجل أكبر زيادة في شعبيته بين الأحزاب الأخرى بعد تراجعها الحاد في استطلاعات الرأي الأخيرة. مراقبون قالوا إنه من المستغرب أن الحكومة ورغم ضعفها تحصل على مستوى عال من ثقة الناخبين ودرجة كبيرة من الاستقرار في أرقامها، معتبرين أن سبب ذلك يعود إلى ضعف المعارضة. طبعا الجدير بالذكر مشاهدينا أن الحزب الديمقراطي المسيحي حصل على نسبة ثقة دون 4% وهو المستوى الذي يؤهل للتمثيل في البرلمان، فيما ارتفعت شعبية حزب البيئة. من جهة أخرى، حزب المحافظين يدعو إلى تجديد شروط الحصول على الجنسية السويدية في مقابل مكافأة للأشخاص الذين يندمجون في المجتمع ضمن ما يسمى بمكافأة التكامل. الحزب اقترح أن يكون من يتقدم للحصول على الجنسية السويدية حاصلا على شهادة تعلم اللغة السويدية الأساسية، ويكون ملما بالمعارف عن قيم وطبيعة المجتمع السويدي، ويكون قادرا أيضا على إعالة نفسه. ومن الشروط الأخرى أن تزيد فترة الانتظار قبل التقدم إلى الجنسية 2 آخرين، أي أن تصبح 7 سنوات بدلا من 5 كما هو الحال عليه حاليا، و6 سنوات للأشخاص الذين هم بلا وطن أو الذين جرى إعادة توطينهم أو توطينهم في السويد عن طريق برنامج الأمم المتحدة. بنك نورديا رابع أكبر البنوك في السويد ينقل مقره الرئيسي إلى فنلندا. وقد قال رئيس البنك كاسبر فون كوسكول خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة البنك في العاصمة الفنلندية هلسنكي إن مشاركة فنلندا في الاتحاد المصرفي الأوروبي كانت سببا رئيسيا لاتخاذ هذا القرار، وإن إدارة البنك كانت تفكر في كيفية إنشاء بيئة تتناسب مع التغيرات السريعة للوائح والقوانين المصرفية، وهذا ما دفعها إلى الانتقال إلى هلسنكي. كما اعتبر أن نورديا كان القائد بين المصارف في الأسواق الأربعة التي تواجد فيها حسب قوله، مشيرا إلى أن إدارة البنك اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة لجعل بنك نورديا مصرفا. الجدير بالذكر أن نورديا مدرج أيضا في كل من أسواق ستوكهولم وهلسنكي وكوبنهاجن للأوراق المالية. الحكومة السويدية تقدم جملة من الاستثمارات المقترحة في مجال الخدمات والتوظيف والنقل ضمن ميزانية الخريف، حملت شعار مبادرة السويد من أجل أن تعيش البلاد بأكملها. وقال رئيس الحكومة ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من الوزراء في يافلي، تثبيت السويد هو ما يتعلق به الأمر، مضيفا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لسياسة متماسكة في المناطق الريفية هذا الخريف، وأن هذه المرة الأولى التي يقوم بها المكتب الحكومي بهذا العمل. طبعا من مجموع 1,200,000,000 كرون اقترحتها الحكومة في الميزانية، سيتم تخصيص 347 مليون من أجل توفير الخدمات وظروف معيشية جيدة في جميع أنحاء البلاد. الإبلاغ عن تلقي العديد من النساء في السويد اتصالات هاتفية مزيفة يدعي فيها شخص أنه من مركز الإحصاء المركزي السويدي، ويوجه أسئلة حول العادات الجنسية للنساء بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية. الراديو السويدي تحدث إلى إحدى النساء اللواتي أجرينا مثل هذه أو تلقينا مثل هذه الاتصالات، مشيرة إحداهن إلى أنها لم تحس بالراحة من أسئلة المتصل، والتي أصبحت أكثر إزعاجا مع زيادة الحديث عن خصوصيتها، وقالت إنها شعرت بالإهانة والغضب. مركز الإحصاء أكد أن العديد من النساء كن ضحايا مثل هذه الاتصالات. أخيرا مشاهدينا، الدنمارك تحتج على قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي
بعدم تمديد إجراءات الرقابة على الحدود المطبقة بين عدد من الدول الأوروبية من بينها السويد والدنمارك. وزيرة الهجرة الدنماركية قالت إن الرقابة على الحدود الألمانية يجب أن تستمر، وأن الحكومة الدنماركية وليس المفوضية الأوروبية هي من تقرر في استمرار الرقابة على الحدود. وترى الوزيرة أنه لا زال هناك حاجة كبيرة لمراقبة حدود بلادها. طبعا المفوضية الأوروبية كانت قد قالت يوم أمس الأربعاء إنه لن يكون هناك أي تمديد، وأن إجراءات الرقابة على الحدود ستنتهي في غضون شهرين، وأن المفاوضات في الحصول على موافقة بذلك لم تعد متاحة بعد الآن. هذا كل شيء مشاهدينا، متابعة أخبار الطقس بعد قليل. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، إس سي مابلر.